Welcome our dear students of grade 1 with lesson number 66. النهاردة هنتكلم على lesson number 66 في على ال ordinal numbers ومعانا ومعاكم نوجا. Welcome نوجا. ازي حضرتك يا مستر؟ عارفة ان النهاردة عندنا lesson جميل جدا؟ مش عارف. طب يلا تيجي نبدأ مع بعض يلا بال daily task بتاعنا. يلا بينا بسرعة. لسه فاكرة days of the week؟ ايوه فاكراهم. يلا بينا. ها Sunday. برافو. Tuesday. Wednesday. برافو. تمام. How many days يا نوجا؟ سبعة. Well done نوجا. يلا بسرعة نروح months of the year. ها. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Well done يا نوجا. ها. How many months in the year? 12. برافو. طب لو سألتك سؤال بقى يا نوجا، what is the name of the first month؟ January. هو انت عارفة يعني ايه first؟ أول واحد خالص. كده انت بوظتي الحلقة بتاعتنا النهاردة يا نوجا. ليه؟ لأن في كتير من أصدقائي مش عارفين يعني ايه first يعني ايه second، واللي احنا قلناه ده هو السيشن بتاعتنا دي جدا. يلا الليسن بتاعنا النهارده ليسن نمبر 66. فين 66؟ مش شايف. اوه اه 6 اند 6. تمام يلا بينا. اوه ادي الاوردينال نمبرز اللي نوجا قالتهم لنا فيرست. بس هنا متلخبطين يا نوجا، قال لي فيرست ثيرد فورث سكند. شايفين شايفين اصدقائنا دول يا نوجا؟ يا ترى مين فيهم هيكون first؟ أقول اللي في الأول خالص. متأكدة يا نوجا؟ أيوة عشان طب. هو واقف قدام الكاشير. طب تعالي تشوفي. أوه دي نوجا شاطرة جدا فعلا. أوكي ها this man is the first. يعني إيه first؟ يعني number one، يعني أول واحد زي ما نوجا قالت لنا. طيب يلا يا نوجا ها مين هيبقى؟ طيب وي ال وومن او الجيرل دي هنقول عليها ايه؟ سكند. ايوه يبقى هنا بنتكلم عن اوردينال نمبرز، يبقى اول واحد هيبقى فيرست ونمبر 2 هيبقى سكند. اوه ويل دان يا نوجا برافو، يبقى سكند. طيب وشايفين الراجل الجميل اللي شايل البوكس الكبير؟ ايوه معاه بيبي. ايوه هيبقى ايه بقى؟ third. يبقى first second third. اوه ويل دان يا نوجا. والراجل التعبان اللي في الاخر اللي شايل حاجات كتيره ده هيبقى ايه؟ fourth. برافو يا نوجا. يبقى تعالي نقول تاني الاوردينال نمبرز. الاوردينال نمبرز دي نمبرز غير اللي بنعمل بها كاونت علشان نرتب بيها الاشياء او نرتب بيها الناس. تمام يبقى اول واحد هيبقى first. وتاني واحد second. وتالت واحد third. ورابع واحد fourth. Well done يا نوجا. نوجا ممكن اسألك سؤال؟ اتفضل يا مستر. لما كنت في المدرسة كان بقى ترتيبك ايه على الفصل؟ ينفع متجاوبش؟ يعني مش في اللي احنا خدناهم دول؟ لا first ولا ممكن third وساعات مرة first. وتعالي نشوف. لا لا وسيم انا عارف انا عارف. اوكي ممكن يبقى 37 73. اه بالظبط كده يا مستر. اوه ايه رايك نعمل المسابقه دي ونشوف مين الوينرز؟ اكيد الوينر بيبقى نمبر 1 او فيرست. ايوه واللي بيجي بيخش بعد منه بيبقى سكند. نمبر 3 هنقول عليه ثيرد ونمبر 4 هيبقى فورث. طيب مين الكار هنا اللي هتبقى فيرست؟ ويل دان يا نوجا برافو ويل دان نوجا. طب والسكند اللي بعدها على طول اللي هي لونها ايه دي؟ ها ريد. غريب قوي. اوه ويل دان يا نوجا. طيب والثيرد البيربل. البيربل واكيد البلو هتبقى اخر واحده. يا سلام هتبقى الفورث. شايفين الكارز بتاعتنا يا نوجا؟ رتبهم لنا فيرست سكند ثيرد فورس. ايه رايك في السيشن النهارده يا سهله قوي. دي سهله جدا. ايه رايك تيجي نكملها؟ يلا بينا. يلا بينا اصدقائي معاكم ومع نوجا نكمل السيشن بتاعتنا النهارده لسن نمبر 66 ونتكلم فيها على اوردينال نمبرز.
يلا بينا. Write the order of the underlined figure. What is the order of the girl? طبعا هنبدأ منين؟ From the arrow. يلا بينا. ها. First. سمعتك اللي بتقول number one. First. Second. تمام. Third. Fourth. يبقى the order of this girl is fourth. تمام. وادي fourth. وهنتعلم how to write these numbers. يلا بينا. First, second, third, fourth, fifth. The order of this panda is تمام. Six. تمام. يبقى first, second, third, fourth, fifth, and sixth. Okay. The order of this fish. طبعا starting from A. This arrow. طبعا first. Number one. يبقى first. تاني. Write the order of the underlying figure. تمام. The order of this ball. طبعا number one تبقى first. طب number two. Excellent. Second. Well done. تمام. Second. The order of this cat. First. Second. Third. تمام. يبقى fourth. اللي هي number four. One, two, three, and four. The order of this egg. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. يبقى هنا ايه؟ Sevens. تمام. يبقى هنا في السيشن دي. Session number 66. اتعلمنا the meaning of ordinal number وتعلمنا how to find the order of any object. في السيشن الجاية 67 هنتعلم how to write numbers. النهاردة احنا عرفنا ان في حاجة اسمها first اللي هي number one. طب second اللي هي number two. Number three هيبقى third. Number four. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh, eighth, ninth, tenth, and so on. في السيشن الجاية إن شاء الله 67 هنتعلم how to write ordinal numbers. تابعوا كل حلقاتنا Math of Grade 1 with Mr. هشام النجدي على قناتنا الجميلة قناة لسكولة أو قناة لسكولة كيدز، ومستنيينكم في السيشن الجاية إن شاء الله. باي باي.